سفيان بركة يقدم. الوالدة ماماتي مالك اش بغيتي؟ نوضي جوجي ولدك نوضي جوجي البنات قاع دارو بي نوضي جوجي. ايه والدة مهند. الوالدة والله تفصح وجوجيني. عندك الحق راك وليتي قد المغل ونال على قصف عندك الوالدة. وشنو المواصفات اللي تبغي فيها؟ تكون طويلة ومانكة واهم شي التقالة والرزانة. اما الحداقة هذيك غير تريح في دارهم الا ما كانتش. وفين غلقى لك هادشي كامل حنيني؟ عرفتي اش غادي دير؟ نهار السبت معروضة لواحد العرس في غير العيالات، البس جلابيتي تدرك فيها او قلب على راسك. ناري الوالدة طلعتي نمرة. وشحال عندي انا من بغل. ها بنت حليم سناب شات. نوايا الوالدة تخليني وتخلي دارات وبقى مقابلة لي غا التليفون. وهاديك؟ يا إلهي إنها اللبوء هي تنقض على الحلوى وتلتهمها لهمن لهمن. يا أمه ستلتهم ولدك في دغمة واحدة. هو بنت مالكة؟ حط حدا شد شدة حط حدا شد شدة حط حدا وجه ما يشد لي أميض الفيراري. ما عرفت بنت من هذيك اللي جالسة لي. ايوا اسمعني هزين والتقالة والرزانة علاش كنقلب. يالله بالي. لا تخافي علي يا أمه فولدك رجل ونعم الرجال. دابا نشوف. واحد السلام عليكم. ما تخليش غادي نفهمك كلش. سميتي مروان 28 سنة موظف وخاصني غا العروسة والعرس كامل فليتو حتى وحدة ما عمرت لي العين من غيرك انت. اش قلت؟ اسكت غادي تفضحنا انا مصطفى ولد عمك الله يفضحك.